لمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة يوم القرى دكتور ناصر الفهداوي. أهلا بكم دكتور. حياك الله أختي الكريمة. ما تفاصيل الحملة الإغاثية في مخيم ديبكا والتي وزعتم فيها مساعدات مالية على الأسر النازحة؟ هذه الحملة هي الرابعة التي تقدمت بها منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين. هذه الحملة شملت 600 منحة مالية على 600 عائلة نازحة في مخيم ديبكا. طبعا تأتي هذه الحملة تقديرا للظروف والاحتياجات الشديدة التي تمر بها هذه العائلات النازحة في المخيم نتيجة لبعد المخيم عن طرق المواصلات، يعني ما يجعله بعيدا حتى عن يعني عن متناول دعم المنظمات الإنسانية على قلة يعني دعمها للنازحين. نعم. نحن خلال فترة وجيزة قدمنا يعني بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، قدمت منظمة أم القرى مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين 4 حملات إغاثية خلال شهر رمضان والشهر الذي تلاه يعني فيما بعد. هذه الحملة كانت يعني لها يعني تواصل الحملات كانت لها يعني غايات لابد أن تحقق لهذا المخيم. هذا المخيم كان يعني لبعده ولأن كثير من المنظمات عزفت عن تقديم الجهود الإغاثية لهذا المخيم، لذلك يعني آلينا على أنفسنا كادر المنظمة وكادر هيئة علماء المسلمين على أن تواصل الحملات لكي تلفت أنظار من يعني من هو معني بالجهود الإغاثية تجاه أهلنا النازحين في هذه المخيمات. دكتور في هذا السياق وانطلاقا من زياراتكم المتكررة للنازحين، كيف تبدو أوضاع النازحين الإنسانية في هذا المخيم وخاصة مع تزامن بأجواء الصيف الحارة؟ المخيمات عموما يعني في خيام قديمة تقادم عليه الزمن لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. الظروف مأساوية لكل المخيمات، في اغلب المخيمات المرمية في مناطق يعني بعيدة عن التجمعات السكانية، منها ما هو حقيقة يعني ما زال مجهول المكان حتى كثير من المنظمات الإغاثية، والتي تسعى منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين بالتواصل مع إدارات هذه المخيمات وتؤثر على يعني على أنفس على جميع الكادر على أن يعني يواصلوا جهودهم لهذه المخيمات التي تكون بعيدة عن متناول يد الجهود الإنسانية. ما زالت كثير من المخيمات لم تتوفر فيها يعني مبردات الهواء مع شدة حرارة الصيف، وكذلك احتياجات النازحين في المخيمات خلال هذا الحر الشديد. كانت لنا يعني غاية في هذا المخيم مع الافتقار الشديد لكل الاحتياجات الإغاثية الغذائية وكذلك المالية، ولذلك جاءت هذه الحملات الأربعة متواصلة لهذا المخيم. كذلك كانت يعني هنالك غاية أخرى لهذا المخيم، وهو التركيز على هذا المخيم بأن يعني نلفت أنظار المعنيين بالجهود الإغاثية. نعم. تقدمت قناة الرافدين مشكورة، الشكر موصول لكل الكادر في قناة الرافدين حيث الشكر لكم دكتور ناصر. هل لديكم أي خطط مستقبلية لحملات مماثلة سواء في مخيم ديبكا أو غيره من المخيمات؟ خلال هذه الفترة مع بروز قضية مخيم ديبكا وبقية المخيمات، نحن الآن بصدد يعني التواصل للبحث عن المخيمات البعيدة التي يعني تعزف عنها المنظمات التي لا تتكلف بجهودها لكي تصل عنها لهذه المخيمات البعيدة. نحن الآن وضعنا خطة لكي نتواصل مع المخيمات التي يقل معها يعني مع العائلات النازحة تقديم الجهد الإغاثي المطلوب، ولذلك خطتنا القادمة بإذن الله تقديم جهود إغاثية متواصلة للمخيمات البعيدة والتي
لا تصلها يعني أغلب المنظمات الإغاثية الإنسانية. شكرا جزيلا لكم المتحدث الإعلامي باسم منظمة يوم القرى دكتور ناصر الفهداوي، كنتم معنا عبر الهاتف من أربيل.